اهلا بجمهور الاهلي خط احمر اللي احنا واثقين ان هو سهران ومستنينا عشان نوعده ان احنا هنقدم حلقه قويه جدا. يا اسامه اهلا بيك. اهلا بيك يا فارس، واهلا بجماهير النادي الاهلي في كل مكان، وبالتاكيد اهلا بجماهير الاهلي خط احمر اللي بالتاكيد فعلا عارفين ان انتم مستنيينا، وان شاء الله نقدم لكم حاجه متميزه، حاجه على طريقه بطوله الدوري المرتبط لكره السله ان شاء الله. في العالم كله القاعدة أن لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، ولكن في النادي الأهلي الوضع استثنائي. القديم كابتن محمود الخطيب وسط مجموعة من نجوم العالم، رئيس الاتحاد الدولي أنفانتينو، كريستيانو رونالدو، بيكيه، كاسياس، ومجموعة من النجوم في حفل أقيم في برج خليفة، البرج الأعلى في العالم والبرج الأكثر ارتفاعا، بنتوج بجائزة غالية جدا بيستلمها الأسطورة كابتن محمود الخطيب كتتويج لمجهودات النادي الأهلي على مدار 20 سنة عشان ننتقل لأبراج النادي الأهلي هنا في مصر، وهي بتحقق بطولة غالية جدا. الأهم فيها يا أسامة كان المجهود والإصرار وقيمة وروح النادي الأهلي اللي بقت سمة غالبة على كل الفرق، وده جاي نتاج تدعيمات وشغل اتعمل مع الفرق دي في مختلف ألعاب الصالات عشان الجمهور يكون راضي وسعيد، وطلبات جمهور النادي الأهلي أوامر يعني. والأهم يا فارس طبعا بنشيد بمجلس إدارة النادي الأهلي كله على رأسهم الكابتن محمود الخطيب اللي خلاني أعرف أجاوب على سؤال بنتي لما كانت بتشوف بعض الناس اللي بتخرج عن النص بتحقق بعض الانتصارات، فبتقول لي هو مش المفروض الخير دايما هو اللي بينتصر؟ سنة 2020 بتقول لنا في نهايتها لا يصح إلا الصحيح، النادي الأهلي بيتوج كرة قدم دوري الأبطال ودوري وكاس مصر. النادي الأهلي النهاردة في كرة السلة بعد حرب من وجهة نظري مع اتحاد كرة السلة اللي حاول ان هو يثني النادي الاهلي او يبعد رجال النادي الاهلي عن منصة التتويج، النهاردة رجال كرة السلة بالنادي الاهلي حسموا الموقف وحسموا البطولة عشان بطولة 2020 تكون نتاج لكل مجهودات لاعبي السلة، نتاج لمجلس الادارة، هدية لجماهير النادي الاهلي اللي هي مش بتقبل غير رقم واحد في كل الالعاب. مبروك البطوله السادسه دي يا فارس لدوري المرتبط، واعتقد سنه 2020 بتدي لجماهير النادي الاهلي والشباب بتبتسم معاك يا احمد. والاهم من كلامك كمان هاخد حته مهمه جدا، ان كابتن محمود الخطيب في الوقت اللي كان عندنا فيه ملفات محتاجه شغل مختلف كان بيتكلم مع الجمهور ان ده هيحصل، ما كناش بنتكلم ان الوضع مثالي في كل الالعاب، وده اللي حصل. بتشتغل عشان تحقق اهدافك، ومهم جدا ان احنا النهارده نروح لأولى فقراتنا بعين تانية ونرجع نعقب. بعين تانية ونرجع نعقب عشان خاطر زي ما بنتكلم إن الشغل بيكون ليه مجهود، في واحد لا يمكن ينكر أحد أبداً إنه عامل شغله بدور ممتاز، وهو مستر بيتسو موسيماني وكتيبة العمل بتاعته بالكامل، سواء مدرب الأحمال زي ما بيتقاله كي بي، وسواء ماتيلابا محلل الأداء، أو كل المجموعة والجهاز المعاون، كابتن سامي قمصان طبعا، أكيد طبعا كل الجهاز المعاون بلا استثناء، وحتى كابتن سيد مدير الكرة وأكيد اللاعبين، هي مجموعة زي ما النادي الأهلي بيشتغل. ولكن موسيماني على طريقة النادي الأهلي وعلى طريقة إدارة النادي الأهلي، إن قلنا إن هي بترد في الملعب وبترد بالوقائع، برضو موسيماني رد في الملعب، رد على تصريحات مهمة جدا يا أسامة. أولا أكيد حابب يكون عندك كلمة على موسيماني. بالتأكيد هو بيتسو موسيماني اللي جاء في توقيت صعب جدا عشان يحسم مع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كاس مصر، وبيقدم نتائج هنستعرضها. والحقيقة الراجل ده فارس ما ردش بس في الملعب، كمان رد بره الملعب، بس هنخلي رد بره الملعب لما نستعرض اصلا فكره ازاي الراجل ده بيتناول النقد بشكل مختلف تماما. عقليه ذكيه جدا، وده بيسهل عليه، ذهنه حاضر فعلا مش بس في الملعب لا كمان بره الملعب. كابتن ابراهيم حسن يبدو ان هو عنده موقف من بدايه اختيار بيتسو موسيماني، خلفيه الموقف كتير ممكن يكون يعلمها، مش عيب ان يكون كابتن حسام عنده طموح ان هو يدرب اهلي زمالك منتخب مصر، اكيد ده حق مشروع، ولكن كمان مهم جدا انك لا تقلل من الاخرين خصوصا في لحظه انتصارهم. ولما كمان يكون بيتسو موسيماني في صفه جيده جدا، عمر بيتسو موسيماني في اي مؤتمر صحفي
مقلل من شأن أي فريق، حتى بعد هزيمة النادي الأهلي الكبيرة من سان داونز طلع واتكلم إن ده شيء استثنائي من فرقة عظيمة. لما يكون عندك مدرب بالقدر ده وبالعقلية دي ما بيكونش حلو أبدا إنك تقلل منه، زي ما هنطلع ونشوف التصريحات دي ونعقب عليها فنيا وغير فنيا. ماتش ليه ظروف، يعني أول ماتش للنسيان نتيجة إن في أول 17 دقيقة كنا ممكن شكلنا كويس ونحاول، ولكن التركيز ما كانش موجود بالوقت المطلوب، كان في أخطاء معينة. موسيماني راجل محترم جدا وأنا بحترمه جدا، وأنا في بلد وفي دولة كل المدربين زملاء، والمدرب الأجنبي إبراهيم عشان أخلص إبراهيم، المدرب الأجنبي لابد إن إحنا لازم نحترمه، لأنه لأن الرياضة هي كده، وفي نفس الوقت المدرب الأجنبي لما يجي لازم كل الناس تستفاد منه. المدرب الأجنبي يعني معنى كده إن هو أحسن من اللي موجودين، مظبوط؟ فبالتالي بالعكس احنا كل الناس بتستفاد من كل المدربين اللي بيجوا المنتخبات وبيجوا الأندية، وبنستفاد بنشوف الدنيا كلها ايه. نشكرك يا كابتن. شكرا. طيب حابين نحطكم في المشهد. اولا انا بشيد بكابتن حسام حسن اللي كان عنده كتير من ضبط النفس في التعامل مع الموقف، وكان بيقول لكابتن ابراهيم حسن كل المدربين زملاء ابراهيم، وحاول ياخد الموضوع في حته تانية عشان الامور تمشي. كابتن حسام حسن حاول يحتوي موقف كان غريب في تصريحات كابتن ابراهيم حسن اللي كان بيقول خليه بس يخسر، لو ما مشيش بعد ماتشين يبقى بحق، احنا مش ضد الراجل، احنا اتكلمنا في فكره ان غريبه ان مدرب يجي من جنوب افريقيا. طبعا مش فاهم ان انت مفترض ان مقاومتك السي في، وسامح يوضح بشكل قوي في الحته دي. ولكن كمان فكره ان كابتن ابراهيم حسن بيقول خلي عم حارس يمسك الماتش الجاي النادي الاهلي، لو ما اخدش بطولات او كسب ابقى انا غلطان. هنا في خلط كبير جدا. اولا عم حارس او اي حد داخل منظومه النادي الاهلي ايا كان دوره، لكل الاحترام ده داخل النادي الاهلي، ولكن زي ما بنقول كل واحد ليه دوره. فكره اسقاط حد بيشتغل في حاجه غير المدير الفني، ان هو لو ماسك مدير فني انت مش بتقلل لان الشخص قليل، لا عم حارس كبير قوي، ولكن انت بتحط حد كانه هو ده مش دوره، وبتقول لو عمل نفس الدور الشخص اللي بيعمل الدور الاساسي ده ملوش لازمه. ده شيء مرفوض. بيتسو موسيماني تحمل إساءات يا كابتن إبراهيم مع اختياره منك، وما سمعناش أي تصريح، ما شفناش أي حد تجاه الصحافة المصرية بيتسو موسيماني أو أي جهاز فني بيتسو موسيماني اتكلم عليه، طلع اتكلم عليك بعد المباراة بكل احترام. ولكن لو رحنا لحتة فنيا، لو أنت بتتكلم إن الراجل مش صانع بصمة، لو شفنا الأرقام أنت بتتكلم في حاجة مهمة جدا عملها بيتسو موسيماني بطريقة 4-3-3، واللي كان بيتابع سان داونز وعارف إن بلان بي بتاع بيتسو موسيماني 4-3-3 بالثلاثي كيكانا ومبوندا وجالي، عارف يعني إيه إن أنت تستلهم الطريقة دي وتنفذها في النادي الأهلي، دي حاجة صعبة. لو رحنا للأرقام هنشوف يا كابتن إبراهيم إن محاولاتك على مرمى النادي الأهلي ده، دي الأرقام بشكل عام، محاولاتك محاولتين قصاد 8 ده أون تارجت. الشوط الأول يا أحمد كان صفر محاولات من نادي الاتحاد على نادي الاهلي. هنا بنوضح في الاحصائيه دي احنا عايزين نقول اولا انت بتتكلم في معدل تمريرات دقه تمريراتك اعلى، ولكن المهم المحاولات. الاحصائيه دي بتبرز يعني ايه خطه الراجل اللي بيشتغل على طريقه مختلفه تماما. 7 محاولات منهم 4 اون تارجت عشان يمنع تماما نادي الاتحاد انه يوصل لمرمى النادي الاهلي. انا عايز اقول ان كابتن حسام فني من كابتن حسام حسن من المديرين الفنيين اللي انت بتشوف منهم شغل. كون كابتن حسام يكون بيمر بعدم القدره المطلق ده على ان هو ما يقدرش يوصل لمرمى المنافس، انا اكاد اجزم ان دي اقل مباراه فنيه لكابتن حسام حسن
في تاريخه مع النادي الأهلي. في مباراة 3 مع كابتن حسام البدري، ولكن ما كانش كابتن حسام حسن بالضعف ده أمام تكتيك المدرب، لدرجة أنه خرج كريم يحيى، كان من أفضل اللاعبين في استخلاص الكرات في نادي الاتحاد، ولكن هو اعتقد أن فكرة البدء بثلاثي في قلب الدفاع هي اللي عاملة المشكلة، فلما شالهم المشكلة زادت أكتر. بتتكلم في معدلات قطع كرة رهيبة، 45 كرة قطعها واستخلصها ثلاثي الارتكاز. ده شغل، قالوا كابتن حسام حسن لما قال جملة مهمة جدا، ان مهم ان يكون في مدرب بنتعلم ونستفيد منه. اعتقد موسيماني قدم درس نتعلم ونستفيد منه. بالتأكيد موسيماني قدم درس يا فارس، وانا هنا بقول ان مع بيتسو موسيماني المدير الفني اللي هيواجه بيتسو موسيماني مرتين، اعتقد المرة الثانية هتكون صعبة عليه جدا جدا. خلينا نعترف ان نادي الاتحاد طبعا نادي كبير، والكابتن حسام حسن مدير فني كبير، في مباراة كاس مصر كان في ندية واضحة بين الأهلي والاتحاد وحسمناها بصعوبة 2-1. أعتقد في مباراة الدوري ما كانش فيه أي ندية، لأن بيتسو موسيماني درس طريقة كابتن حسام حسن بشكل محترم جدا، بشكل جيد جدا، وبالطريقة اللي نقدر نقولها الشعبوية كده، إن هو سابه أنت عايز تعمل إيه؟ عايز تضغط عليا أنا هسيبك أضغط عليا. في كورة اتكررت أكتر من مرة لو لاحظناها، كابتن محمد الشناوي في الضربات الثابته، احنا طبعا بنبدا الكره من تحت، كابتن محمد الشناوي كان بيقف على الكره، بينزل الاربع مدافعين، اثنين سنتر باكس يفتحوا والفول باك بيفتحوا على الجنبين، فبيضغط لاعبي الاتحاد بحوالي اربع او خمس لاعبين. اللعبه المشهوره عند كابتن حسام وهي ضغط متقدم، فكان بيحصل ايه؟ كان بيحصل ان الكابتن الشناوي بيلعبها اما على كهربا او على طاهر محمد طاهر، ويستغل سرعات الخط الامامي في عندنا طاهر وكهربا، وكمان محمد شريف المهاجم عنده نفس السرعات دي، فكان بيستغل السرعات دي في انه يلعب في مساحات، وده اللي نجح بيتسو موسيماني. وانا من وجهه نظري هو عمل مصيده لطريقه لعب الكابتن حسام. اما بالنسبه للكابتن ابراهيم، انا بنصحه بجد ان هو يتفرج على تصريحات بيتسو موسيماني بعد المباراه. اولا بيتسو موسيماني بدا الحديث عن فريق الاتحاد بانه فريق كبير وعنده مدير فني كبير، وان الفرقه دي صعبه جدا فنيا، فتوجه له سؤال، قالوا له ده المدير الفني او مدير الكره اخوه الكابتن ابراهيم حسن بيقول ان انت اي نادي او اي مدير فني يمسك النادي الاهلي هيحقق معاه بطولات، وحاول ان هو يتكلم انك انت جاي من جنوب افريقيا. ده طبعا سؤال اتوجه لبيتسو موسيماني في المؤتمر، صح؟ كان رد بيتسو موسيماني قال هو من حقه يقول رايه، لكن لو القضيه كده النادي الاهلي بقاله 7 سنين ما خدش دوري ابطال افريقيا، فازاي اي مدير فني يقدر يجي ياخد بطوله مع النادي الاهلي؟ وانتم عارفين جماهير النادي الاهلي دايما بتفكر في دوري ابطال افريقيا، فكان رده هادي جدا خارج الملعب، ودرس كبير جدا خارج الملعب، واحترم الكابتن حسام حسن، وكان كمان درس جوه الملعب اعتقد صعبها عليه. فبعض الناس ممكن تسال، طب هو ليه المؤتمر الصحفي تحول لسؤال عن بيتسو موسيماني وسؤال عن كابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن؟ ده هنفهمه لما نشوف تصريحات الكابتن ابراهيم حسن في الفيديو ده، عشان نعرف خلفيه السؤال اللي اتسال في المؤتمر الصحفي. جنوب افريقيا ناس محترمين، وافريقيا ناس طبعا جميله جدا، بس مصر ما فضيتش عشان يبقى في تجيب مدرب من محترم. انا طبعا مش بنكر في مدربين، لو عايز في اوروبا ماشي، لو اخرك شمال افريقيا ماشي، وبرضه نفس الشيء في ضغط اعلامي قوي جدا ان موسيماني حاجه عظيمه معجزه، انت ما عملش حاجه. وانا شايف حتى الماتشات النادي الاهلي مش النادي الاهلي. لو انتوا عايزين نطبل ونطبطب وطول ان الدنيا زي الفل، لا، النادي الاهلي شكله صعب. اعتقد كابتن ابراهيم حسن انت شفت شكل النادي الاهلي كويس، واعتقد بيتسو موسيماني قدم مباراه من اروع ما يكون، خاصه من افضل 14 مباراه قاد فيها بيتسو موسيماني النادي الاهلي. ممكن نستعرض النتائج على الشاشه عشان نشوف ليه بنتكلم بشكل ايجابي عن بيتسو موسيماني، اللي من حقه بالمناسبه في قناه النادي الاهلي نتكلم عنه بكل شكل ايجابي. 14 مباراه خاضها بيتسو موسيماني، 12 فوز 2 تعادل، منهم تعادل مع فريق بيراميدز بكل النجوم المدججة فيه ب10 لاعبين فقط لا غير، واحنا احتسبنا طبعا مباراة ركلات الترجيح كمان تعادل. وفي الدوري بيبدأ بمسيرة ممتازة جدا، من 3 مباريات بيسجل 10 أهداف وبيستقبل هدف واحد، معدل 3.33% هدف لكل 90 دقيقة. فلما يكون مدير فني عامل الأرقام دي، ومدير فني هو الأعلى اكسبكتد جولز على المرمى في ال3 مباريات، كل مره بيوصل ل4 أهداف، وده رقم كبير جدا. والمباراه الاتحاد اكيد جماهير النادي الاهلي كانت بتحلم بنتيجه اكبر من كده، فاعتقد يا كابتن ابراهيم لازم نديله حقه،
زي ما كابتن ابراهيم كل الاعلام بيديك حقك في انك افضل ظهير ايمن في الفتره الاخيره، يمكن اخر 30 سنه ما شفناش ظهير ايمن زي الكابتن ابراهيم حسن اللي كان بيلعب في 3-5-2 واخد الخط لوحده، زي ما بنتكلم عن الكابتن حسام حسن كلاعب كره عظيم واسطوره من اساطير مصر وبنتكلم عنه كمدير فني عظيم. فاعتقد ابسط حقوق موسيماني او ابسط حقوق اي مدير فني ينجح ويشتغل اننا نديله حقه مش ننتقده، او على الاقل مش عايز تديله حقه بلاش تنتقده. والله يا أسامة برضو هياخد من كلامك في ان احنا فعلا ادينا كل واحد حقه، لما جينا اتكلمنا عن فترة التسعينات في النادي الاهلي ادينا كابتن ابراهيم حقه كويس قوي وكابتن حسام حقه كويس قوي يمكن بشكل في كل حاجة وفي كل انجازاتهم مع النادي الاهلي، ولكن انت بتتكلم في مدرب حتى مش حقه فنان وفي الالقاب في الدوري ده كمان يا أسامة الراجل جاي واخد فريق يا كابتن إبراهيم، ما احنا نبص لتجربة ونشوف الناس بتعمل ايه مع الأندية، واخد فريق كان بقاله 3 سنين ما بياخدش بطولات، كان وصل للمركز العاشر في الدوري، بيحقق 5 دوري و2 كاس وأول بطولتين إفريقيتين في تاريخ النادي. إذن النادي الأهلي لما بيجي يختار حد ما بيختارش حد عشوائي، فكرة التقليل من الراجل قبل ما يشتغل يمكن احنا افترضنا ان ما تشافش لسه الراجل عمل ايه، انما زي ما اسامه قال الراجل 14 مباراه بيفوز 12 وبيتعادل 2 منهم مباراه ب 10 ومباراه ببطوله وبرده لسه التصريحات مستمره، يعني اكيد جمهور النادي الاهلي كده هيكون مشحون وكده هيكون متضايق، ولازم الناس تعرف ان جمهور النادي الاهلي عمره ما بياخد موقف من حد الا نتيجه افعاله. محتاجين نراجع افعالنا في حاجات كتير قوي ممكن نفهم منها كواليس التصريحات، بس مش بس اتفضل. محتاجين حاجه كمان، محتاجين ان احنا نتكلم عن الروح الجميله جدا بين اللاعبين. طاهر محمد طاهر بيتصاب في الدقيقه 30، بيتكتب مين نسر المباراه، يدخل كهربا يقول نسر المباراه، شايفين زي ما حضراتكم شايفين طاهر محمد طاهر. وحسين الشحات كابتن حسين الشحات كلهم طبعا كباتن بيقول ايمن اشرف هو نسر المباراه. هي دي الروح اللي موجوده في النادي الاهلي وهي دي الروح اللي بتؤدي الى الفوز. وانا عايز اتكلم بشكل مهم للمره الثالثه او الرابعه، ايمن اشرف هو افضل مدافع في مصر حاليا. ايمن اشرف هو اكتر استخلاصا لكره في المباراه 16 استخلاص. ايمن اشرف هو دايما مساهم بشكل كبير جدا في اهداف النادي الاهلي، وايمن اشرف لازم ياخد حقه زي ما الكابتن حسين الشحات بيقول. لكن في صوره على الجوانب النفسيه بين المدرب واللاعب عشان نشوف الابعاد الاخرى لبيتسو موسيماني، دي صوره لمدير فني بيدي التحيه للاعب عنده، لاعب نازل بشكل مختلف تماما وهو محمد شريف. وبالتالي لما تشوف محمد شريف واثق قدام المرمى فاعرف ان في مدير فني بيدعمه بشكل ايجابي جدا. كمان في صوره تانية وطبعا يعني هو ده بيقول ابني الشقي ده وهي صوره كهربا مع بيتسو موسيماني بعد الهدف الاول. وبالتالي عايز اقول رساله بقى للاعبي النادي الاهلي في وجود بيتسو موسيماني او اي مدير فني بيهتم بالجوانب النفسيه، لان انا من وجهه نظري الجوانب النفسيه عامل مؤثر جدا 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 مع الجوانب الفنيه، لان المدير الفني اللي بيهتم بالجوانب النفسيه بيقدر يطلع من اللاعب اقصى حاجه عنده بالظبط. وبالتالي زي ما محمد شريف بيطلع اقصى حاجه عنده، كهربا للمباراه الرابعه على التوالي ما شاء الله بيسجل وبيطلع اقصى حاجه عنده. رساله لكل قائمه النادي الاهلي، استغلوا وجود بيتسو موسيماني، لان عدم الدفع بيكم في ظروف او تكون مش جاهز وقت ما يحتاجك المدير الفني دي هتكون مشكله ليك انت، او هيكون انت اللي عليك تراجع نفسك، لان اعتقد المدير الفني ده عادل جدا، بيمنح فرصه للكثير وبيتعامل بشكل ايجابي جدا مع اللاعبين. فارس معاك طبعا، كهربا ومحمد الشريف الاثنين بينافسوا على هداف الدوري، كل واحد مسجل 3 اهداف، ومستر بيتسو موسيماني زي ما انت كمان بتتكلم في الجانب النفسي كمان مهم انك تستغل مستر بيتسو موسيماني في الجانب الفني، لانه من المديرين الفنيين اللي بيطور اللاعبين بشكل كبير جدا. انا اكاد اجزم ان كهربا كان قد يذهب إلى مصير مختلف تماما بغض النظر عن المدير الفني، لأن فلسفة وقناعات المديرين الفنيين بتختلف. وإحنا منتظرين من كهربا أكتر من كده أكيد طبعا. بس أكيد إحنا طبعًا. برضو هنطلع فاصل، اوعى تروح في أي حتة، تقدر تمسك موبايلك دلوقتي، استنونا والأهلي خطة. ورجعنا لكم واستكمال فقرات الأهلي خط أحمر، ولسه معانا مستر بيتسو موسيماني ولكن بشكل مختلف. يمكن لو تصريحات كابتن إبراهيم كانت في إطار قد يكون لآخره فني حتى لو اختلفنا مع طريقته، ولكن في تصريحات بتتجاوز الإطار الفني. كابتن رضا عبد العال أصبح مطلب جماهيري التصدي لتصريحاته، وأنا بقول إن لازم واقفة مع تصريحات رضا عبد العال، لأن هي مش في إطار فني خالص ولكن في إطار مسيء. نروح ونسمع كابتن رضا عبد العال قال إيه عن بيتسو موسيماني ونرجع نعقب.
سرق الجون اللي هو الاولاني في 5 دقايق وبعد كده ما شفناهوش الا بيجري ورا مجدي قفشه لما جاب الجون. حصل بلاش. خدت انت بطوله افريقيا اللي هي كانت عامله عليك ضغط وكانت عامله على اللعيبه ضغط وكانت عامله على الجماهير ضغط، واول مره اشوف جماهير الاهلي، اول مره سيبك من اي اوانطه، جماهير الاهلي كانت مرعوبه من لعيبه الزمالك وفرقه نادي الزمالك، واخد بالك؟ انت بقى خدت البطوله دي خلاص الضغط اتشال. لما اجي في ماتش الاتحاد اللي هو بقى ماتش الاهلي والزمالك اللي هو في كاس مصر، لازم انزل اكل فرقه الاتحاد دي، مع كل الاحترام والتقدير طبعا، ده انا خدت بطوله اكبر بطوله في القاره. كل مجتهد نصيب. مجتهد ايه؟ عليا الحرام في ماتش الاهلي كان في ماتش الزمالك كان واقف يا جدع. كان واقف اصلا مش دريان بالدنيا، وكان واقف وقعد وترعى بجانب ماتش الاهلي والزمالك في افريقيا. التاريخ هيذكر ان الزمالك لعب حلو ولا الاهلي اللي كسب؟ لا بضربه حظ معروفة. اه الاهلي كسب بس الضربة حظ. هو التاريخ بيذكر ده. ما خلاص بقى، ما هو كرة زيزو لو دخلت خلاص. المدير الفني تحديدا لما يجي ياخد قرار مفروض ما يسألش حد، سيبك من الاونطة بتاعت انه يروح يسأل المساعد ومش عارف ايه، كل دي اونطة. انما انت عشان ما حدش يبرجلك يوترك. لا هي مش ضربة حظ، ده اللي انت بتقوله ده نتاج ضربة شمس، يعني ده كلام ما يطلعش غير نتاج ضربة شمس. اولا انا مش فاهم اللغه بتاعت عليا الكذا، انا مش فاهم انت بتعمل ايه؟ انت مدرك ان في شاشه قدامك ولا انت مش مدرك ولا وضعك ايه بالظبط؟ لان الظاهره بقت ممله وبقت انا اسف اقول ان هي مقززه اعلاميا، كمان حتى كلامك فنيا صفر، والله العظيم صفر، هو مجرد يعني انت بتطلع بتتكلم في كلام يعني همبكه بالبلدي، بمعنى بقول ان النادي الاهلي سرق الجون الاول. سرق الجون ازاي؟ انت لو تشوف هدف السوليه واللي معمول فيه والسكريننج اللي عامله ياسر ابراهيم للسوليه عشان يطلع، مستحيل لو انت راجل فاهم فنيات تقول الكلام ده. هنيجي لحته تانية، يعني ايه جمهور النادي الاهلي كان مرعوب من نادي الزمالك؟ ازاي الكلمه دي تتقال؟ اولا جمهور النادي الاهلي عمره في تاريخه ما كان مرعوب من حد. اه بنحترم الفرق الصغيره زي الفرق الكبيره لان ده يليق بشخصيه النادي الاهلي، انما النادي الاهلي ما بترعبش من حد. النادي الاهلي داخل المباراه وهو ملاعب الزمالك 8 مباريات في دوري ابطال افريقيا كسبان 5 ومتعادل 3. لو انت ما بتعرفش تاريخ نعرفك. كمان ضربه حظ. ضربه حظ ازاي؟ عشان زيزو جاب كره في العارضه، طب والكره اللي جابها حسين الشحات فهدف سهل جدا كان يدخل. كلام ملوش علاقه باي شيء يخص الفنيات، واعتقد هو مجرد تعمد اساءه لموسيماني. وكمان في حاجه بقى انا مش فاهم، يا انت ما بتشوفش كوره يا ما بتحاولش تتفرج غير في كوره مصريه. احنا بنتكلم في يعني ايه المدرب بيسال الجهاز المعاون وكانها خطيئه، الراجل بيسال الناس اللي جنبه تحسه محتاس. يعني حاول كده تشترك في قنوات بتذيع الدوري الانجليزي وتجيب مستر بيب جوارديولا لما لما كان موجود. هو بيحبه اصلا، ده المدرب المفضل عنده. يا عم بيحب ايه؟ هو فاهم جوارديولا بيعمل ايه؟ نشوف صوره. والله بيحبه كده بالشبه. نشوف صوره ده ارتيتا ومعاه بيب جوارديولا وهو بيساله في المباراه وفي التغييرات وفي السيناريو. مش الصوره بس، ده اكتر من لقطه كان دايما بشكل دائم ده بيحصل برضه هنا في الصوره دي وفي مشهد تاني. ده المدير الفني اللي بيشتغل وده طبيعي. انا جايب الجهاز مش جهاز ملوش دور، ده جهاز في فريق كبير وكلها اسماء كبيره. وشفنا الراجل مساعد المدرب بتاعه، ده راجل كان بيقود فرق في دوري جنوب افريقيا، هو مش جايب ناس مالهاش قيمه. كابتن سامي قمصان خد خبرات كتيره جدا وكل الجهاز الفني. فاعتقد تصريحاتك بجد بقت شيء غير مقبول لا اعلاميا ولا رياضيا. لا ده كمان يا فارس، بما اننا بقى هو بيشجع برشلونه وبيتابع برشلونه، يسال كده المساعدين او الداتا اناليست في برشلونه او في ليفربول عددهم قد ايه؟ 12 مساعد و15 مساعد في برشلونه، واعتقد دي كره القدم الحديثه يا كابتن رضا. ولكن ليك تصريح هنتعرض ليه هتوضح انت ازاي بتقيم الامور. وانا بتفق مع فارس فكره ما ينفعش ناخد التصريحات بالشكل ده. تقييم فني احنا معاه، تقييم بقى جبناه قبل كده بناء على الشكل وبناء على اللون واعترضنا على الكلام ده. الكلام بقى بشكل عام بالطريقه دي اعتقد بقى صعب جدا، خاصه يا كابتن رضا وانت اساسا ليك راي في بيتسو موسيماني بعد مباراه صعبه جدا خاضها في الدوري المصري كمان، وكان رايك مختلف تماما عن الكلام اللي انت قلته ده. نطلع نسمع رايك انت عشان تقارن انت بنفسك مين فيهم رضا عبد العال. كله كان بيلعب بنجومه.
ما تحسش ان في خطوره. ده النادي الاهلي كان ناقص وكان هيكسب. ودي هنا تحسب لموسيماني بقى. يعني احنا بنقول لسه قدامه فتره عبال ما يبدا ياخد الاحساس ويعرف اللعيبه والكلام ده، بس هو عمل حاجه طبعا مش هيفهمها غير الناس اللي هي يا مدربين يا لعيبه. اللي هو لعب 4-4-1 بعد الطرد. لعب 4 اللي هم الديفنس عادي، ولعب في نص الملعب الاربعه اللي عملوا ستاره، وساب اجايل وحده هو اللي يناوش قدامه خلاص عشان ما يفقدش حته نص الملعب. هو كان بيقفل بيعمل كثافه عدديه في نص طبيعي. الملعب التغيير اللي عمله وطلع بادجي اللي هو كان لسه نازل عشان يقفل نص الملعب، لان لو لعب بالاثنين راسات حربه كان هيبقى فيه فجوات كتيره وثغرات كتيره، وكان ممكن بيراميدز يهدد. اذا موسيماني من وجهه نظرك هو مدرب ذكي؟ لا، هو مدرب عنده خبره، لان ما عملش التغييره دي الا مدرب فاهم. ما كان ممكن طلع مثلا اجاي عادي. يعني هو مدرب كويس جدا جدا. طبعا، هو اللي يقول غير كده يبقى كذاب. وبرضه هقول لك على حاجه، يعني وجهه نظره، يعني ممكن يبقى في حد لا لسبب لان لما جه لعب الاهلي والزمالك عمل علينا بالظبط ماتشات هايله، فانت تحكم عليه من دي بالظبط. واللي يقول غير كده كذاب. الكابتن رضا عبد العال، انا مش قادر استوعب، بيقول له مدرب ذكي؟ قال له لا، هو مدرب عنده خبره وفاهم. طب يعني مفيش ربط بين الراجل ده فاهم هو بيعمل ايه، متعلق بفكره الذكاء، وبعدين بتتكلم عن مباراه كانت مباراه امام فريق بيراميدز وبيلعبوا، والنادي الاهلي بيلعب من بدري جدا 10 لاعبين، وبتقر ان الراجل قاد المباراه بكفاءه عاليه جدا. واللي يقول غير ان الراجل ده كويس جدا يبقى كذاب. وهنا السؤال، مين كابتن رضا عبد العال في الفيديوهين دول؟ كابتن رضا عبد العال الاولاني اللي شايف موسيماني مش دريان بالدنيا، ولا اللي شايف بيتسو موسيماني مدرب فاهم جدا وعنده خبرات، واللي يقول غير كده كذاب؟ ده سؤال لكابتن رضا عبد العال، عنده هو الإجابة. أعتقد يا أسامة التناقض بيرد على نفسه زي ما أنت قلت، ولكن اسمح لي بقى يكون عندي تفسير. يعني أنت طرحت تساؤلين مين كابتن رضا؟ أنا عايز أقول لك سيبك بقى من الحتة دي خالص. أنا عايز أقول لك كابتن رضا أصلاً إيه أسباب ودوافع كل رؤيته وتحليلاته الفنية، وإيه المدرسة اللي بيعتمد عليها في أفكاره الفنية. نطلع ونشوف الفيديو ده. النادي الاهلي من غير اي مدرب وربنا ياخد البطولات كلها. لا، مفيش حاجه اسمها فرقه من غير مدرب. انت مدير فني فاهم وعارف يا كابتن رضا. اسمع الكلام، انا بقول لك احنا كلنا عقص، كل المدربين دول انا من ضمنهم اول واحد عقاص. احنا بنقعد نتكلم حلو قوي، يعني احنا بنقعد نتكلم حلو قوي، انما بتيجي في الملعب وربنا لا بتشوف التغيير، ولا بتشوف مين احسن لعيب في الملعب، ولا حتى رؤيتك الملعب الفرقه الثانيه مين احسن واحد فيهم. انت خليت التدريب هجس. احنا واخدينها بالفهلاوه والحب والعلاقات والكلام ده، احنا مش واخدينها بجد. بس ده مش كلام يعني ينطبق على كل المدربين. بص، شيل الكابتن حسن شحاته وشيل حسام حسن وشيل ايهاب جلال وبشلكني انت، وانا اول واحد في الهجاصين. حطني رقم واحد في الهجاصين. كابتن رضا اول واحد في الهجاصين، ولما بينزل الملعب مفيش الكلام ده. اعتقد يعني احنا هنعقب نقول ايه على مدرب او شخص شايف نفسه افكاره الفنيه هي مجرد هقص، ولما بينزل الملعب ما بيعملش حاجه. ده انعكاس لفريق طنطا اللي هو تجربته التدريبيه معاه في المركز ال 13 من 16 فريق، عنده 5 نقط من 5 مباريات، يعني تطبيق عملي للهقص. لا، بس هو ما قالش ان هو، بس هو قال انا اول هؤلاء الهجاصين. لكن الكابتن رضا، بما اننا بنتكلم في سكه الاراء اللي فيها هجص كتير، كان في راي ما اعتقد ما تسمعوش من اي محلل فني مر عليه مباراه واحده للنادي الاهلي شاف فيها علي معلول وهو حتى في اسوا حالاته. كان ليه راي في علي معلول في مارس تحديدا 2017، الحمد لله ان احنا ما سمعناش رايه او اننا استغنينا عن علي معلول. نسمع راي الكابتن رضا ونرجع نتكلم بالارقام. مين من وجهه نظرك في النادي الاهلي يستحق ان هو يمشي، ومين في نادي الزمالك؟ لا يمشي، انا ماليش دعوه بقطع العيش. لا يمشي دي لا، انما قول لي ان ده اقول لك مش ستايل نادي الزمالك، مش ستايل النادي ماشي الأهلي. مين في النادي الاهلي شايف من وجهه نظرك انه مش ستايل النادي الاهلي، ومين في نادي الزمالك مش ستايل نادي الزمالك؟ لا انت فكرني، انا بشوف بس يعني معلول ده ماله؟
معلول. ماله بقى معلول؟ انا مش مقتنع بيه انا كمدرب، واخد بالك؟ مش مقتنع بعلي معلول؟ ايوه مش مقتنع بيه. هو انت اللي بتقول ولا انا؟ واخذ يفكر ثم يفكر ويبحث عن لاعب فاذا به علي معلول. ده يا كابتن رضا، علي معلول ده افضل باك شمال محترف في مصر بعد جيلبرتو، وان كان خلاص بيقترب من مكانة جيلبرتو عند جماهير النادي الاهلي. ومش بس كده، علي معلول في الفترة دي لو استعرضنا ارقامه هتلاقيه كان مساهم، هو بعض الاوقات مصاب بشكل كبير جدا في 2017 في 13 هدف تقريبا في سواء بطولة الدوري او بطولة الكاس او بطولة كاس مصر. الاهم ان علي معلول اللي لو كنا سمعنا الكلام وما احتفظناش بعلي معلول، علي معلول حاليا النادي الاهلي مسجل 10 اهداف، مساهم بخمسة باك شمال، مساهم بخمس اهداف في ثلاث مباريات، اربعة اسيست وهدف. علي معلول يا كابتن رضا اللي لما كان بيغيب مباراة نهائية كنا بنقلق، دي احصائيات علي معلول في الوقت اللي انتقد فيه الكابتن رضا عبد العال علي معلول، اللي حاليا واصل ل 23 هدف و41 اسيست مساهمة مع النادي الاهلي في اربع مواسم. علي معلول اللي دخل النادي الاهلي ياخد الدوري زي صباح الخير، دي كانت كلمة علي معلول في تعقيبه الدوري في الاهلي، صباح الخير. علي معلول غاب اثنين نهائي افريقيا، النادي الاهلي لم يحالفه التوفيق فيهم. بالتاكيد مش علي معلول هو السبب فقط لا غير، لكنه كان عنصر مؤثر جدا جدا جدا، وغيابه اثر فنيا على النادي الاهلي. لما حضر علي معلول على راي الكابتن مدحت شلبي حط الزغلول وخدنا بطولة دوري ابطال افريقيا بالقضية. واعتقد يا كابتن رضا محتاج، احنا كل حلقه بنقول محتاج، طب يعني طب نعمل محتاج ايه؟ يعمل لازم كوميدي. في مراجعه شويه. ابراهيم فقعد بيضحك اساسا، زميل ابراهيم فقعد قاعد بيضحك، فيعني مش عايز اقول لك محتاج تراجع الافكار دي، لا محتاج تشوف اي حاجه تعملها غير انك تجيب سيره النادي الاهلي، لان الموضوع هيبقى هنا فعلا هنوصل لمرحله الكوميديا هنا في الاهلي خط احمر. فدي كانت فقره رضا عبد العال فارس. عندنا بقى فقره ثانيه، لا هتطلعنا فاصل قبلها، هطلعك فاصل قبلها، هتطلعنا فاصل قبلها عشان نرجع ناخد بريك كده والناس تكون خدت خد بالك بتعوضها. لا هتطلعنا فاصل خلاص، اتدوق دو خلاص، نطلع فاصل. اوعى تروح في اي حته وتقدر تمسك موبايلك. ورجعنا لكم، والاهلي خط احمر وهيظل النادي الاهلي خط احمر، وفي ناس لازم تعرف ان الاهلي خط احمر. الاهلي خط احمر مش لان النادي الاهلي فوق النقد او فوق الاختلاف، ولكن الاختلاف لما يكون موضوعي وبغرض ان الناس فعلا تستفيد. عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز خرج علينا بتصريحات كتير منها انا بشوف ان في تجاوز في حق النادي الاهلي وفي تقليل منه وفي تدخل فيما لا يعني اطلاقا. نطلع ونشوف اول فيديو ونرجع نعق. هل النهارده لما انا بلاعب الزمالك في الاسبوع الثاني ويتاجل ماتش في الاسبوع الرابع، بيتاجل ماتش في الاسبوع الرابع، ماتش بلا اي قيمه في الاسبوع الرابع لان فيه لسه 30 اسبوع بعديه والناس ما بتلعبش، وفي نفس الوقت بيتلعب ماتشين، يعني لو الموضوع ان احنا بنقول امنيا فالامنيا ان المباراه ما بتلعبش او اليوم ده ما فيهوش رياضه، لكن بنتفاجئ ان بيتغير الجدول لحاجات انا عن نفسي مش قادر افهمها مش قادر استوعبها. بس احنا متعودين على كده، يعني احنا متعودين كلنا على كده، ونسال السؤال طب احنا بنقول عليه ومن خلالك احنا بنقول عليه ابراهيم لما الماتش لما خلاص نعمل بعد كده كل ماتش اهلي وزمالك في الاسبوع الاخير. ما النهارده انت كل مكان داخل عشان ينافس، كل نادي بينافس في فئه معينه في تارجت هو داخل من اول السيزون. ايوه بس خد بالك من نقطه، لا الاهلي اعترض على ميعاد المباراه ولا الزمالك اعترض على ميعاد المباراه، وهو ولا احنا من ولا هو حتى كمان كان قرار اتحاد الكوره. ما احنا بس خلينا نتكلم كلام واضح وشفاف، ده كان قرار امني بحت، ما هو واضح للكل يعني. طيب بالتالي الملف ده الملف القرار الامني يا فندم، القرار الامني الواضح والشفاف هو جدول الدوري اللي قاعد متاجل لحد خمس ايام قبل انطلاق المسابقه ما تعرضش على الامن. دي معلومه حضرتك؟ لا لا يا فندم، الجدول ما بيجيش غير بعد المراجعات الامنيه. هل ما اتعملش مراجعه امنيه وكان معروف من البدايه ان في الاسبوع الرابع يوم 28/12 مباراه اهلي وزمالك؟ ما كانش حد عارف؟ يعني الموضوع كان فجاه؟ كان سر؟ لا ما كانش فجاه وما كانش سر، لكن هي القصه كلها من قبلها بخمس ايام لما اتقال ان في لعيبه موجوده في الناديين عندهم كورونا
اتقال ان الماتش هيتاجل. مش ده اللي حصل؟ حقك كحد موجود في نادي في واقع مسؤوليه انك تتمنى انتظام المسابقه، ده شيء مفروغ منه وكلنا بنتمناه طبعا. ولكن ان احنا ننتقل لمرحله تانية، ان بتكلم ان الامن ما كانش عارف ان المباراه في الاسبوع الرابع، وهنا يبدا الاشاره باصابع الاتهام في دائره خارج ان التاجيل امني. حضرتك يبدو انك حديث العهد بالموضوع، فما عندكش فكره ان كتير جدا كانت المباريات وفقا لقرار الامن والمعطيات والمستجدات اللي عنده ومش عند حضرتك اكيد لان دي معلومات امنيه، كانت بتؤدي لتغيير مباريات. هنا بقى المشكله، وافصحت عما في قلبك وفي صدرك لما رحت قايل اصل الاصابات المباراه اتاجلت لما حصل اصابات بكورونا. طب انا عايز اسالك سؤال، ايه الحكمه ان الفريقين وهم كاملين هيلعبوا بعض، او الفريقين لما هم ناقصين برضه هيلعبوا بعض؟ لو ده السبب، انت قلت الفريقين، النادي الاهلي كان عنده مصابين بكورونا ومحدش اجل حاجه، نادي الزمالك بعد الاصابات بكورونا تاجل. مش بقول ان السبب كده، بس بتكلم ان طب ما هو النادي الاهلي كان عنده اصابات بكورونا ومفيش حاجه تاجلت، يبقى السبب امني. يبقى لما اعترض اعترض في اطار ان كنت بتمنى ان المسابقه تبقى منتظمه، مش النقح من النادي الاهلي والزمالك بحجمهم في تصريحات لها غرض مش مفهوم. وفي نقطه كمان، الاهلي والزمالك لعبوا نهائي دوري ابطال افريقيا وفي هنا ثلاثه مصابين كورونا وثلاثه. انا قبل ما اتكلم عن الماتش انا هنا طبعا، ده لما بيتكلم عن التاجيلات، هنا مباراه شهيره جدا بين الزمالك وبيراميدز، تقريبا نادي الزمالك، مسؤولي نادي الزمالك ومسؤولي نادي بيراميدز اتفقوا على التأجيل. المباراة كانت 2 أكتوبر 2018 وكان النادي الأهلي عنده مباراة دور قبل نهائي في 2 أكتوبر، فالأمن قال ما ينفعش مباراتين يتلعبوا في القاهرة بعد تصريح رئيس نادي الزمالك وبعد موافقة الجانب أو جانب نادي بيراميدز على تصريح رئيس نادي الزمالك. اللي حصل إيه؟ المباراة اتأجلت ومش كده وبس، ونادي بيراميدز لعب مع بتروجيت يوم 3 اكتوبر، يعني تقريبا مش تقريبا ده تاكيدا نفس الحاله. ولما اتقال المباراه تتاجل 24 ساعه قال لا، اصل الزمالك عنده يوم 6 مباراه مع الاسماعيلي، ولما جينا ليوم 6 قال لك لا، اصل الزمالك عنده مباراه مع الهلال السعودي، وبدات فكره انا مش هلاعب بيراميدز الا لما الاهلي يلاعب بيراميدز، وبقت الامور على الكيف. فزي ما قال فارس، مش يبدو انت اكيد طبعا حديث العهد لاعب العاب ضمنهور السابق، فالمواضيع التنافسيه دي اكيد صعبه عليك وحديثه عليك. وهنا انا بوجه رساله لجماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي هو من يصنع قيمه البعض او قيمه الجميع، سواء كنت محب او ناقد، وبالتالي هنا لما بنرد على حد بيكون من قيمه النادي الاهلي لا من قيمه من نرد عليه. النقطه دي حابين نوضحها وكل مره نوضحها، لان الشعار ده مش المفترض ان اي حد يظهر تحت رايته او تحت شعاره، لان النادي الاهلي كبير قوي على الجميع، فعشان كده احنا بنرد من قيمه النادي الاهلي. وبالتالي لما يكون حد كمان متربص بالنادي الاهلي زي ما هنسمع في الفيديو التالي، لا لازم يكون ردنا رد قوي، لان النادي الاهلي خط احمر. نشوف فيديو كمان ونرجع نعقب. رمضان صبحي اكبر بكتير جدا من فكره الضغوط. التعاقد مع رمضان صبحي، انت بتتعاقدش مع لعيب، انت بتتعاقد مع مشروع. رمضان هو لعيب للحاضر وللمستقبل. احنا فاهمين كويس قوي ان في ناس متضايقه من تعاقدنا مع رمضان صبحي، وقطاع كبير، لان هو كان بيلعب في النادي الاهلي والنادي الاهلي ليه شعبيه جارفه. قطاع كبير جدا من الجمهور كان غاضب ان رمضان انتقل، لكن هي دي سنه الحياه. احنا في عصر احتراف، النهارده لو موجود في المكان ده بكره لو موجود في مكان تاني. واهم واهم من يتخيل ان الحب والولاء ده حاجه ابديه، دي موجوده للجمهور بس، لكن اللعيب ده راجل محترف بيتقاضى اجر. خليني اقول لحضرتك، كلنا شايفين هجمه غير مبرره وشرسه على رمضان من كل الاتجاهات. الراجل اللي قاعد بيحلل المباراه ده راجل حيادي، هو موجود في المكان ده عشان يحلل اللي هو بيشوفه. يطلعوا يقولوا وجات من اساتذه كبار ونجوم كبار، الطموح ونادي الطموح. يا فندم حضرتك بتحلل المباراه، ايه علاقه حضرتك باختيار اللعيب؟ ايه علاقه مدرب منتخب مصر الاولمبي باختيار رمضان صبحي؟ قولوا انت صح ولا غلط، انا مش قادر افهم. ايه علاقه يعني، ايه علاقه يا جماعه؟ احنا النهارده بتتكلموا على تعصب، بتتكلموا على رياضه وتنافس، ولا انتوا عاوزين الموضوع يمشي في نفس الاتجاه اللي ماشي فيه بقاله 60 سنه؟ لكن انا بكلم حضرتك على رجل حيادي قاعد في استوديو عشان يحلل مباراه احنا كلنا شايفينها، وبيقول لحضرتك ما احنا كلنا عارفين الطموح فين.
طب ما انا ممكن اقول لحضرتك ما احنا عارفين برضه الطموح ازاي كان بيجي ازاي. هنتكلم عن موضوع الطموح ده فين، اللي المفروض اصلا قبل ما تيجي تحاسب الاعلام عليه حاسب اللاعبين اللي بيطلعوا في المؤتمرات الصحفيه بيقولوا نفس الجمله بالظبط، ان احنا جايين عشان نحقق طموح. فكره بقى تصديق الجماهير من عدمه دي فكره ما ترجع لكش انت، ولو عايز ان انت الناس ما تتكلمش عن فكره الطموح خلي لعيبتك ما تتكلمش عن فكره الطموح ويقدموا نفسهم بشكل مختلف، لكن بما انه قدم نفسه بالطموح فبالتالي لازم نسال هو فين الطموح. لكن طموح الاهلي هنتكلم عنه بعدين. لكن نقطه ثانيه، انت بتقول رمضان لا يبالي، طب لما هو لا يبالي انت زعلان ليه من انتقادات الجماهير وبتتكلم ليه عن انتقادات الجماهير؟ وهنعيد تاني معلش، لاعب العاب دمنهور السابق ما يعرفش يعني ايه تنافسيه، او يمكن كمان ما شافش يعني ايه تنافسيه لما لويس فيجو انتقل من برشلونه لريال مدريد. ايه اللي حصل؟ هيجوايين اترمت راس خنزير في الملعب لما هيجوايين اتنقل من نابولي لليوفي في مدينه نابولي بقى التيشيرت بتاعه على الباسكت سله الزباله، فبالتالي تصرف الجماهير المفروض ما تعقبش عليه. اما بالنسبه لتصرف المحللين هنتكلم عليه، بس انت عندك نقطه ثانيه يا فارس محتاج برضه هو يركز عليها، فكره الانتماء. هو يبدو برضه ان هو بيتكلم على خلفيته الذهنيه، واضح ان هو زعلان من الاهلي قوي، يعني النادي الاهلي واضح ان هو تعبه قوي يعني ومركز معاه قوي، لان تصريحاته كلها فيها تجاه النادي الاهلي. اللي عايز اقوله لك ان في اشياء لا تشترى، وانت هدفك انك تبين ان كل حاجه بتشترى لانك افصحت عن مبدأك، قلت كل اللاعبين هم هدفهم الفلوس بس، واهم من يعتقد ان في انتماء. انت عارف كويس قوي اسماء لاعبين، ومش هنقول الاسماء يا اسامه ومش حابين نقولها، ولكن كلنا عارفين لاعبين في النادي الاهلي والجماهير عارفاها، انت فوضتها وعارف كويس قوي الرد بتاعها عليك كان ايه. وفي ناس بعروض رسميه واتقال لهم جاي لكم عرض كذا، اتقال احنا معاك ومكملين مع النادي الاهلي، ومش بنتكلم في تعويض مادي، النادي الاهلي انتماء. حاجات صعب تفهمها لان انت شغال في كيان مفيش فيه انتماء، انت بتاخد مال بتأدي خدمة قصادها، اكتر من كده ما تعرفش. وعشان كده يا فارس هو بيكلم المحللين، انت محتاج المحلل يطلع يقول كلام غير اللي هنشايفه. شايفه ممكن نستعرض صورة رمضان صبحي اللي انتقل لنادي بيراميدز من اجل الطموح، ونشوف عمل ايه امام فريق صاعد مع كامل الاحترام ليه فريق سيراميكا كليوباترا، عشان نشوف ان اكتر من اهداف او لا 91 اهداف صفر، اسيست صفر، محاولات على المرمى صفر، اكسبكتد جولز صفر، تمريرات طلع. رمضان صبحي اعتاد على ان يحقق اصفار، واضح جدا ان فكره الست اصفار شغلت رمضان صبحي، بقت بتنتقل من البنك لرصيده في الملاعب، فمحقق ست اصفار في مباراه سيراميكا كليوباترا. محتاج تقول كمحلل يقول على ست اصفار ايه؟ محتاج يقول ان اول ثلاث مباريات الموسم اللي فات رمضان مسجل ثلاث اهداف وصنع هدف، زي ما اسامه قال لكم اول ثلاث مباريات صفر رمضان صفر كبير، وزي ما شفنا لاعب زي عبد الله السعيد اخر بطولات خدها مع النادي الاهلي سنتين، وهي المده الاطول من بعد 2011 ل 2018 مع النادي الاهلي ما حققش اي بطولات. فلما الناس بتقول الطموح، لان هي عارفه يعني ايه الطموح داخل النادي الاهلي، ما حدش بيتجنى عليك، الطموح في الاهلي مش في حته تانية. واما بقى فكره الطموح بيجي ازاي فدي حاجه اصعب من انك تفهمها الا اذا قعدت تدرس النادي الاهلي، اداره، جهاز فني، لاعبين، مثلث النجاح في النادي الاهلي. نشوفكم الاسبوع القادم، والاهلي دايما خط احمر. انتهى الكلام، سلام.